اختفت نايمة نهار 17 غشت 2020 مع 10 الصباح. يعني خرجت هي واختها الصغيرة الكبيرة اللي عندها 12 عام، خرجوا على حسب ما قالوا لديك الزنقة. اختها الكبيرة اللي عندها 12 عام طلعت لفوق، والوالد هو يلا جاي من جنان، ولقاها تما في واحد الدار، يعني لقاها تما في واحد الدار وجابها لاختها الكبيرة. عاوتاني ديك الدرية اللي ماتت الله يرحمها نعيمة الروحي، يعني اختفت في لحظة وجيزة. يعني نقول لك ما بين 5 دقائق 3 دقائق، مني سبعتها ما بين 2 دقائق الى 5 دقائق، يعني راه مستحيل هذه تهزها السما في ديك اللحظة. يعني هذه اكيد باللي شي واحد اللي جرها من يديها ولا عطاها شي حلوة، حيت هي سهنت المنال، يعني ما عندهاش القدرة باش تواجهك انت ولا تقول لك انت فين ديتيني، ولا ما عندهاش ديك القدرة تعطيها شي حلوة ولا شي بسطة ولا شي حاجة تديها سهلة، يعني تدخلها في ديك البلاصة. يعني هذاك اللي غيديها ما عندوش شي مشكل باش يديها، ولكن هذا اللي دارا مخطط ليها، ماشي زعما ما نقولوش ما مخططش ليها، مخطط وعارف البنية كتعاني من إعاقة جسدية، يعني عندها العينين شوية ما كتشوفش بزاف، وفي الرجلين ما كتمشاش بزاف، يعني ما تقدرش تمشى 200 متر تقريبا طيح ليك، يعني ما تقدرش تمشى واحد المسافة كبيرة. ومن تما تلقينا البنية ما كايناش. من تما نضنا، يعني من الكبير للصغير الدريزة دورتها فرقات الله يجازيهم بخير، ناضوا معنا ذاك النهار. مشينا للجنان، مشينا للجبولة، مشينا للدار الهدم، الدار البنية الهدماء، يعني الدار قلبنا ديور دار لدار، يعني ما عندناش الحق باش ندخلوا للدار باش نفتشوها. ديك الساعة ما كايناش ليها اثار. في العشية مشاو ديكلارو عند البوليس، قال لهم حتى دوز واحد 24 ساعة. في الليل نسعى الثاني جانا واحد الخبر بان واحد سمع شي صوت بعيد في الجنان. حتى حنا ما نزيناش يدينا، مشينا في ديك الليل في ديك 8 ديال الليل ولا 9 ديال الليل، حشرات كاين جميع، يعني حنا ما كنديروش في داك الشيء، يعني غير هدفنا غامرنا، يعني هدفنا نلقاو هذيك البنيه. من تما ما لقينا والو من تما. والصباح جاو الدرك الملكي، دار خدمتهم هما، مشاو للابار قلبوا شي 4 الابار ولا ما عرفت 4 الابار تقريبا. المهم قلبوا هذه ديال الطار وهذه ديال السرقه وهذه. المهم لا نزلوا باقي ما جاوش الكلاب ديك الساعه. يعني تما كنشكرهم بهذا المنبر، ولكن في الاول كان واحد الاهمال، يعني ما القضيه ما يعني ما ماشي بحال هذا النهار بحال يوم ولا متى بحال 3 ايام هذه، ملي نايضه الجده على هذه البنيه حيت لقاوها بديك الطريقه البشعه. ما عرفت بديك الطريقه واش قتلها شي واحد تما ولا قتلها كاع قبل ودفنها عاوتاني جبدها وجبد ديك العظام، يعني راك جايك في التفاصيل. يعني من تما حنا كنقلبوا في الميدان، يعني مازال كنسولوا مازال كنطلعوا للجبوله غير على العائله، يعني ديك الساعه العائله. ومن تما صافي من تما دست تقريبا شي 10 ايام حسنا البحث، يعني ما كنقلبوش ديك الساعه، كل واحد مشى على شغله، يعني هما عندهم مازال امل ديك الساعه باش ربما ماشي يلقاوها حيه، ربما 90% غيلقاوها ميته 40 يوم هذه غايبه، ولكن ديك الساعه مازال عندهم امل باش غير يلقاوها، حتى الا لقاوها جثه يعني باش يدفنوها. ولكن هذا النهار لقينا هذيك الحاله اللي رسالها دجا جايب كان دابا في الطريق. سولني هذه الحاله ديال لقيت بغات البنتاجي ومشيتو لعين المكان وقلبتو قبل وما لقيتوهاش، ومن بعد كتكتشفوا انه كاينه في هذيك البلاصه اللي نتوما اصلا يعني قلبتوها، واش ما كتشوفش ان هذا السيد هذا ممكن يكون كان تيقلب معاك؟ راه ممكن كلشي ماشي مستحيل، ممكن يكون معنا، حيت راه هذا اللي دارها راه غيكون غير هنا في الدوار، يعني راه ما هو راه عارف حنا امتى كنقلبوا، عارف امتى يعني ممكن غيكون هنا ولا ممكن غيكون قريب لينا، والله اعلم.
المهم جانا اتصال من داس 40 يوم ولا 41 يوم، جانا اتصال من واحد الكساب يعني خبر صاحبه هو اللي كيعرف من الدوار، عاوتاني صاحبه خبر مالين الدار يعني خبر مالين الدار. المهم انا ما عرفتش بالضبط، خبر مالين الدار جاء الاب اتصال، هو ما كانش هنا، كاين عند عمو الفوق، جاء اتصال قال لي زعما راه لقاو حوايج والعظام والشعر، جات صدمه يعني شنقول لك صدمه لا حول ولا قوه الا بالله. من ديك الساعه حبس واحد شويه حتى ولا واحد شويه غير شويه يعني، قال لعمو راه اش كاين، هو عيط على واحد الصحفي عاوتاني قال لي خصنا نمشيو نشوفوا بعد البولي الدرك الملكي. مشاو عند الدرك الملكي، كاينين شي وحدين سبقوا لديك البلاصه يعني، مشاو عند الدرك الملكي جمعوا داك الشيء اللي جمعوا والتحقوا بعين المكان، وكتسنى الشرطه العلميه. انا جيت معطل، لقيت انا الشرطه العلميه دايرين الارقام يعني دايرين العلامات ديال العظام وديال الشعر وداك الشيء يعني، لقيتهم انا غيجمعوا داك الشيء. من تما انا دخلت عليهم وشفت انا داك المنظر يعني اش غنقول لك، منظر لا يعني منظر صعيب، اي واحد شاف وراه غيطير غيهبط غيطيح، الا ما عندكش شي حاجه راه غطيح يعني راه غتجيك صدمه قويه. علاقتي انا بنعيم كانت شيزه يعني، علاقه انا يعني كنحترمهم كيحترموني، الا بغاو شي حاجه زعما كنعطيها لهم في استطاعتي، انا علاقه مزيانه. طبيعتها فاش طبيعتها في الحياه هي مسكينه راه ما كتقدرش تهضر بزاف، وما عندهاش البصر يعني ما عندهاش شي حاجه باش تفهمها بزاف يعني، عندها من ذوي الحاجات الخاصه يعني، انسانه يعني ضعيفه، انسانه مسكينه ما عندهاش القدره باش يعني يعني كاينين بنات عندهم 5 سنين فاهمين يعني واعيين، كاينين ماشي ما كاينينش، هذه مسكينه ما عندهاش ديك القدره، ما بحال اللي قلتي مريضه يعني مرض يعني كاين مرض عندها اعاقه جسديه. المهم اشنو هي رسالتك للمسؤولين من هذا المنبر يعني ككلمه اخيره، اشنو الرساله اللي بغيتي توجهها للمسؤولين؟ اشارتي للمسؤولين يعني انا اش غنقول لهم يعني، راه الدرك الملكي والقوات المسلحه راه كيدير دابا خدمتهم، تو مر عليهم ضغوطات ولا خدمتهم هذيك عليهم ضغوطات، بغيتهم انا الله يعاونهم باش نلقاو هذا اللي دار هذا الشيء ولا هادو اللي داروا هذا الشيء في اقرب وقت. اما بالنسبه للمسؤولين يعني المسؤولين ديال الدور راه حتى هما يعني ما نزلوش بيديهم، راه جاوا حتى هما داروا اللي عليهم يعني، الله يجازيهم بخير في هذا المنبر هذا.